السوداء والسامرة كما يسميها الإسرائيليون، ولقطات ترويجية مصورة لمهاراتهم في تدريب الكلاب على أعمال الحراسة وحماية المستوطنين اليهود ومواجهة أي اضطرابات أمنية قد تشهدها الضفة الغربية، مع بدء السعي لنيل اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. لقد بات الناس أكثر إدراكا للتهديدات التي تواجههم في بيوتهم في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية، وأعتقد أن الأحداث في سبتمبر تدفع المزيد من الناس للقلق على أمنهم. جوزوفسكي أمريكي إسرائيلي وناشط معروف في أوساط اليمين القومي المتشدد، وكان أحد أتباع مائير كهانة مؤسس حركة كاخ العنصرية المعادية للعرب. وبعد مقتل كهانة على يد مصري في نيويورك قبل 20 عاما، رأس جوزوفسكي حركة كهانة حي، ويسير اليوم على خطى معلمه في الدفاع عن وجود المستوطنين في الضفة الغربية بتدريب الكلاب وتوفيرها مجالا للمستوطنات. هذه الكلاب مدربة على الهجوم بالأمر ومواجهة أي تهديد، فإذا حاول أي شخص يحمل سكينا أو قنبلة يدوية أو مسدسا التسلل إلى أي بلدة يهودية، فإن هذه الكلاب تستطيع تعقبه وتحييده. بات للمستوطنين إذن جنود من كلاب، لكن هل تكفيهم؟ ترد صحيفة هارتس بالكشف عن تدريبات بدأتها قوات الاحتلال للمستوطنين أنفسهم، ويتاح فيها لهم إطلاق النار على أي مظاهرات فلسطينية محتملة تجاه المستوطنات. لكن هل تكفي أيضا؟ يرد تاريخ العقود الستة الماضية بأن الرصاص لم يقتل الحلم الفلسطيني، وبأن الكلاب أيضا لن تحوله إلى سراب. وينضم إلينا من القدس مراسل الجزيرة إلياس كرام. إلياس، هذه